طفى ليا نهار الحد مع ديك الثلاثه تاع النهار، خرج من المنزل، حل الباب وخرج هرب، مشى هبط مع واحد الطريق. الولد راه عنده صنداره تاع الميكا قرفيه، وعنده جاكيطه كحله فيستا كحله، وعنده سروال مقطع شي شويه من هنا مخيط. والولد راه هو زنزور ما كيهضرش، وعنده سميتو مريض عقليا، يتم غادي هكا تيبقى تيضحك، وعنده واحد اليد معضوضه ليه، تيبقى يعض في ديله ما شربتش الدواء، وهذا هو الدواء اللي تيشرب. والله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. سيدي واحد الليله باقي صغير، باقي بغا تكون عندي ديك 8 سنين هكا، كيقدر كاع يقدر ولا 10 سنين هكاك. الولد واحد كان تيهضر في الحداث الصغير، باش كان صغير كان كيهضر، ولكن واحد من الاولاد عنده ديك 6 سعود ولا سميتو، ولا الولد يعني واحد الليله جاتو شي سخانه، وبقى الولد كيدير بقى كيعض في يديه وتيسميتو صافي، من تما ما بقاش كيهضر، الولد ما بقاش كيهضر. بقينا هكاك تبعين داك المرض ديالو، مشيت درت ليه السكانير عند الطبيب، قال لي الطبيب ما عنده حتى شي حاجه. وليت بقى هاد الحاله تيهرب وتيبدا تيعض في يديه وتيشرق الحوايج وتيهرب. انا اللي سد عليه، داري لي البيت في السطح تنسد عليه بزاف وتنحبسو، نهار ما قبطو راه هرب. تيهرب الولد، الا خليتيه حتى حليتي الباب وهرب، ما سميتو هو الا ما كلتيه ما ياكلش ولا ما شربتيه ما يشرب، ولا ما غسلتي ليه ما تيعرفش يغسل. انا اللي كنغسل ليه، انا اللي كنبدل ليه، انا اللي كناكلو، انا اللي كنحسن ليه وجهو، تنحسن ليه ندير الحجام، نحسن ليه تنجلس معاه حتى تيحسن، نشد فيه حتى تيحسن. ايوا هادشي اللي كاين اسيدي. وديتو للطبيب راه تيعطيه الدواء الفانيد. هرب اسيدي ما يرانا، ماشي مره ماشي تيهرب، ولكن في اللحظه تيقبطوا الناس يردوا عليا. وهاد المره نهار الحد اختفى 4 ايام، هادي اختفى ما بقيش رجع الان. نعم بقيش عرفنا هو واحد اللحظه تيشوف الحديد تيتعر ليه تيركب فيه. هو بزاف تيركب في الحديد. نعم ليش شي طوموبيل ولا شي سميتو تيتعر ليه، تيعزز عليه المركب، تيبغي يركب. نعم وتيبدا هكا شي ساعات تبقى تيعض في يدي هكا وتبقى تيتقلب. هذيك المشيه ديالو هو طويل، الولد طويل، وتيبقى تيبقى هكا تيعض في يدي مره يعض في يدي وتيهرب. تيهرب بزاف، هو زعما ما كيضرب حد في الطريق ما حتى شي حاجه، هو هاد الهدف ديالو هو في الدار، غير في الدار. نعم تيهرب. نعم. قريب راه با تكون شي 30 ولا اكثر من 30، وانا معانيه من الصغير، وانا راه دابا عنده 24، عمر 24 وانا وياه هكاك، وباقي لدابا باقي هكاك داير. ونهار الحد راه اختفى، وانا راه ما نقدرش نصبر عليه. باه قاعد من الخدمه ما بقاش كيخدم، قطع الخدمه تيعيطوا لي، قال لي انا ما بقاش قدرت تيشوف حوايجو، تيبدا يبكي. خواتاته ما بقاش تيقراو، ما بقاش القرايه كاع باقي تيقراو، ولا الولد يعني هما عقلهم كلشي معاه. هذاك الولد الوحيد هو اللي عندي، هذاك الوليد اللي مريض هو اللي عندي، ودوك ثلاثه البنات ما عنديش شي ولد اخر من غيره. وبا ما صبرش عليه، الخدمه بقاش كيخدم. دابا يدرو كي تيشوف حوايجه ولا تيجمع شي تيبقى تيبكي. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين ويستر عليكم. قلبنا. نعم. قلبت انا، مشيت كاع على رجليا، مشيت حتى لزمران، مشيت حتى يعني ما خليت فين قلبت. با تيقلب ما خلا فين قلب، مشينا للمدينه، مشينا سيدي سبني يعني ما خلينا فين مشينا، ما كاين والو. انا التخوف ديالي خفت يطيح في شي بلاصه، ولا يطيح في شي بير، ولا يطيح في شي ساقيه، ولا يضربوا شي حد، ولا الجوع ولا العطش. راه الا ما عطيتيه ما كاينش اللي يعطي شي حاجه. وساعات يسلت كاع حوايجو بشي عريان، ما يمشي عريان ما يلقى ما يلبس. نبقى تنطلع فوق السطح وندير الكرسي ونبدا تنشوف في الطرقان. ديك الطريق مناش اختفى هي اللي مقابلانا. دابا تنخرج وخصني نمشي نتبعها، الا ما تبعتهاش ما تنجلس في الدار. تيهرب ولكن تيشدوه الناس، هو تيهرب وتيشدوه الناس. كيهرب لجهه الشنطي وتيخبطوه الناس، هاد الجهه ما فيهاش الناس، الجهه فين هرب هو جهه زمران وجهه الحركات وجهه ما عارفو حتى واحد تما. الله يجزيهم بخير ويرحم ليهم الوالدين، فين ما لقاو هاد الوليد ولا شافوه يجي يردوه هنا للدكانه. الله يرحم ليهم الوالدين، احنا ساكنين في دكانه، الله يجزيهم بخير. راه باه كني هو باه، راه ريفي هو باه. نعم هاد الوليد هذا راه باه، راه ريفي هو ساكن هنا في مراكش. نعم ساكن هو المحل ديالنا في الاول فين كنا ساكنين في رمت قيوم. نعم ودابا من شرينا ناس كنا في دكانه، وعنده واحد الضربه في الوجه عند الحجب ديالو،
ولا تيشوف فيك بحال ما هكا تيحول عينيه. تيحول عينيه وعندو الولد تيبدا تيطلق هكا شي ساعات دوك الريوق من فمو وتيبقى تيضحك وعندو واحد اللعيبه فيما لقى شي عويدات ولا شي حاجه كيقبدهم في يديه. ديما داك الشيء تيشدو في يديه هكا وتم غادي. بالنعاس الا كان ناعس وين كعلي دوك العويدات تيفيق واخا شرب الدواء. خصك ما تحيديليش دوك العواد من يديه. والله يجازيهم بخير اللي شافوا يعلم بينا. وهاد النميره الله يرحم والديهم الله يجازيهم بخير.